بلقيس الحاضرة في وجدان اليمنيين، احتفاء وآراء وانطباعات، مواقف ناقدة ومراجعات لأدائها ودورها. هل تصقل تجربة القناة يا ترى؟ أهلا بكم. 5 سنوات من الحضور في وجدان اليمنيين والتعبير عنهم والانطلاق من قلب معاناتهم إلى حواف أحلامهم وآمالهم. تفتح قناة بلقيس صفحة العام السادس محاطة باهتمام واسع من قبل كثير من الأصدقاء والمهتمين، بين مشيد وناقد، مشجع وناصح. لم تتوقف التغذية الراجعة على المقالات والرسائل الموسمية في كل ذكرى انطلاق للقناة، بل كانت بلقيس القصة والتجربة حاضرة في دراسات بحثية، منها دراسة للباحث عبد الله التميمي خصصت لدور الفضائيات اليمنية في إدارة الأزمة الحالية. كان من أهم نتائجها أن قناة بلقيس هي القناة الأعلى مشاهدة بين نظيراتها اليمنية. دراسة أخرى للباحث محمد الرجوي حصل بموجبها على درجة الماجستير من جامعة كادر هاس خصصت لدراسة تأثير الإعلام الاجتماعي على التلفزيون في اليمن، جاعلا قناة بلقيس أنموذج رسالته. كيف تمكنت بلقيس إذن من تحقيق هذا الحضور؟ وكيف يمكنها الحفاظ على موقعها المتقدم؟ خلال 5 أعوام من عمرها كانت قناة بلقيس واحدة من منابر إعلامية قليلة أدركت أنه لا حياد بين الجاني والضحية، ولهذا لم تقع يوما في المنطقة الحيادية الرمادية بين اللونين الأسود والأبيض بحسب الكاتب حسن عبد الوارث. لقد استطاعت بلقيس تكوين شخصية خاصة بها من خلال ثبات خطها التحريري وفي قدرتها على تغطية القضايا المختلفة بموضوعية ومسؤولية، وهي أمور لم تكن لتتحقق لولا الالتزام بأقصى المعايير المهنية وعدم التساهل في بث الأخبار بدون تحقق. كان هذا ما يؤكد عليه عضو مجلس إدارة القناة عبد الغني الماوري. قناة بلقيس جاءت في المرتبة الأولى بين القنوات اليمنية من حيث المشاهدات لدى الجمهور بنسبة تزيد عن 61% بحسب دراسة استطلاعية للباحث عبد الله التميمي نشرتها المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. وبحسب رسالة ماجستير للباحث محمد الرجوي، فإن قناة بلقيس تعد مثالا للقنوات المولودة في زمن الإعلام الاجتماعي، وليست كتلك القنوات القديمة التي عملت بنمط قديم ثم بدأت تواكب الإعلام الاجتماعي وتتأقلم معه، وهي القناة اليمنية الوحيدة التي تصنف كقناة إخبارية يمنية. وبالرغم من أنها بدأت عملها من الداخل، إلا أنها اضطرت لنقل مكتبها إلى اسطنبول، ومنذ 5 سنوات وهي تعمل على رفع أصوات المدنيين التي خفتت منذ ارتفاع أصوات المدافع، وكسرت صوت الحرب بأصوات المدنيين والشباب، معبرة عن آمالهم وطموحاتهم، ثابتة الموقف إلى جانب الضحايا والمنكوبين أصحاب الدماء والدموع. قناة بلقيس القناة الوحيدة تلمس واقع المجتمع في برامج سياسية ثقافية اجتماعية. جاءت بلقيس معاكسة للتيار في لحظة الانهيار الكبير وفقدان الأمل، لتمنح اليمنيين الأمل والقدرة على المقاومة، ومثلت إضافة نوعية للإعلام اليمني في وقت استثنائي تراجعت فيها مختلف القطاعات الإعلامية والثقافية لصالح الحرب والخطابات الشعبوية، وانتهجت خطاً تحريرياً مستقلاً دفعت في سبيله دماء عدد من طاقمها الميداني، وتعرضت بسببه للكثير من التضييق والتحديات. جدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها من اسطنبول عبر السكايب الدكتور عبد الله التميمي الأكاديمي والخبير الإعلامي. أرحب بك دكتور عبد الله إذا معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. مساء الخير. أهلا وسهلا دكتور. إذا رمضان كريم وإن كنا على مشارف خواتمه، لكن دكتور أظهرت دراسة استطلاعية قمت أنت بها نتيجة تقول أن قناة بلقيس هي الأكثر مشاهدة بين القنوات اليمنية. بداية حدثنا عن منهجية هذا البحث، كيف توصلت لهذه النتيجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أمسيكم جميعا بالخير ومساء جميل من المساء اليمني لكل مشاهدي قناة بلقيس في عامها الخامس. وهنيكم بهذا النجاح العظيم الذي تحقق خلال هذه الخمس سنوات. بداية أقول أن خلال خمس سنوات من عمر قناة بلقيس أستطيع أن أقول كباحث إعلامي أن بلقيس خطت ثلاث خطوات خلال هذه الخمس سنوات. الخطوة الأولى نستطيع أن نسميها فترة التأسيس، ثم فترة الانطلاق، ثم فترة استكمال الجوانب الإدارية والجوانب الفنية والإعلامية داخل هذه القناة، ونأمل في خمسيتها القادمة إن شاء الله أن تكون أعوام التميز والإبداع بإذن الله. الشيء الجميل إنه البحث العلمي والدراسات الميدانية هي دراسات محايدة ودراسات موضوعية، والغرض منها أن تكون همزة وصمة بين الوسيلة الإعلامية وبين الجمهور. والشيء الجميل أيضاً أن قناة بلقيس استطاعت من خلال الدراسات الإعلامية التي أجريت، سواء التي قمت بها أو قام بها بعض الباحثين والدارسين، أن تحظى على المستوى الأول أو جماهيرياً ما بين المشاهدين على مستوى الوطن اليمني. وهذا يحسب لهذه القناة كونها عمرها لا يزال في خمس سنوات الأولى، وأن تحقق نسبة المشاهدة العالية بنسبة 61.8% من بين القنوات الأخرى، فهذا دليل على الخطوات الثابتة والقوية التي بدأت بها قناة بلقيس. طيب، فيما يتعلق بأن هذا البحث، يعني دكتور، دعنا نتحدث عنه أكثر. من كانت الشريحة المستهدفة من قبل هذا البحث؟ والله أنا يعني استخدمت استطلاع الرأي العام من خلال أداة الاستبيان، تم تطبيقه على 500 من الجمهور اليمني سواء المتواجد في الداخل أو الخارج، من شرائح اجتماعية مختلفة، من الذكور والإناث، مستويات تعليمية مختلفة، وتم التواصل مع هذا الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الفيسبوك ومن خلال الإيميلات ومن خلال أيضا إرسال الاستبيان إلى مجاميع سواء في الخارج أو في الداخل. يعني بالنسبة للرقم 500 شخص في هذه العينة، هل هي كافية يعني في سياق الحديث عن دراسة علمية تعمم نتائجها أو يبنى عليها لنقل قرارات وربما أفكار ومشاريع؟ هل هي كافية لتكوين صورة واقعية لموضوع مثل هذا، أم أن يعني ربما الظروف هي فرضت هذا الاكتفاء بهذا العدد؟ الدراسات الميدانية أخي الكريم والدراسات الاستطلاعية في الغالب تكتفي بمثل هذه العينات، لأن هذه عينات من صلب المجتمع اليمني وشريحة تمثل كل الأطياف في المجتمع اليمني، وبالتالي يعني علميا هي بتمثل شريحة وبتعطيك مؤشرات وحقائق للواقع عن قرب يعني، وبالتالي فهي تكفي تماما يعني. طيب، في هذا السياق أنت تحدثت على أن بلقيس حصلت على 61.8 من يعني كأعلى نسبة مشاهدة من قبل عينة البحث أو عينة الدراسة. على فكرة حتى يعني برنامج دكتور المساء اليمني كان ضمن الخمس البرامج التي حازت على أكثر مشاهدة بين الجمهور اليمني. إذا هذا أمر رائع، وربما نطمح للأفضل بكل تأكيد دكتور. إن شاء الله. لكن في هذا السياق، ما الذي يجعل بلقيس تحتل هذا الموقع من خلال يعني ملاحظاتك؟ دعني هنا أن أكون مشجعا وناقدا في نفس الوقت لقناة بلقيس. قناة بلقيس طبعا يعني حققت هذا الإنجاز وهذا النجاح نظرا لهامش الحرية الموجودة داخل القناة، ويعني ليست لديها أعتقد خطوط حمراء بالشكل الموجود لدى بعض القنوات المحسوبة على الشرعية أو القنوات الخاصة. ايضا في تنوع في العمل الاخباري والتنوع البرامجي، ايضا لقناه بلقيس حضور ميداني سواء في مواقع التماس او في كل المحافظات، وبالتالي هذا يحسب للقناه ان يكون لها هذا الحضور الميداني وتنقل وقائعها واحداثها من الواقع. شبكه المراسلين الموجودين للقناه تكاد تكون في تصوري اكثر قناه لديها شبكه مراسلين، أكثر حتى من القنوات المحسوبة على الحكومة. أيضاً يحسب لقناة بلقيس أنها تركز على الشأن المحلي بالمقام الأول، هذا إضافة إلى التنوع البرامجي
والخط التحريري الثابت للقناة منذ نشأتها حتى اللحظة. طيب النقاط الآن فيما يتعلق بالانتقادات، أنا أريد ويهمني جدا وربما يهم أيضا إدارة القناة ومجلس الإدارة استماع لنقاط الانتقاد فيما يتعلق بأداء القناة للتطوير والتحسين فيما يتعلق بكل تأكيد الخطط. لكن قبل ذلك دكتور، نعم، دعنا نشك معنا في الحوار، سأسألك عن هذه النقاط، لكن قبل ذلك دعنا نشك معنا في الحوار الباحث والصحفي سيد محمد الرجوي الذي ينضم لنا أيضا عبر سكايب من إسطنبول. أرحب بك سيد الرجوي. أهلا وسهلا بكم ومساءكم يمني سعيد. أهلا وسهلا بك. إذا سيد الرجوي، فيما يتعلق بحديث عن أنك حصلت أنت عن لدرجة الماجستير أو على درجة الماجستير في دراسة عن تأثير السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي على القنوات التلفزيونية، اعتمدت أو اخترت قناة بلقيس أنموذج لهذه الدراسة، هل أعطيتنا تفاصيل أكثر حول أسباب الاختيار؟ لماذا؟ ما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها أيضا؟ نعم، أولا هذه الدراسة هي تعتبر أول دراسة أكاديمية تتحدث عن قناة بلقيس وإنجازاتها وتجربتها خلال السنوات الماضية، وهذا يعتبر في حد ذاته إنجاز، لأن القناة عمرها مقارنة بالقنوات الأخرى قصير، فأن تدرس تجربة قناة بلقيس خلال فترة قصيرة هذا في حد ذاته إنجاز كبير. بالنسبة للدراسة التي حصلت بموجبها على رسالة الماجستير، تلخصت حول كيف أن المواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر على التلفزيون في اليمن، وتحدثت عن قناة بلقيس كنموذج واضح ونموذج مهم للقنوات الفضائية اليمنية، لأن قناة بلقيس أنا اعتبرتها هي وليدة مواقع التواصل الاجتماعي، كونها أتت بعد ثورات الربيع العربي، يعني هي أتت في فترة ازدهار مواقع التواصل الاجتماعي. فركزت في هذه الدراسة على أنه كيف أن المحتوى ينجح في الوصول إلى شاشة التلفزيون، المحتوى ينتقل من مجرد مواقع شبكات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر ويصل إلى شاشة التلفزيون، هذا دليل على أن هذا المحتوى له قيمة إضافية، هذا المحتوى له أهمية عند الصحفيين وأهمية أيضا عند المواطن. قناة بلقيس تعتبر أنموذجا في هذا المجال لأنها خصصت الكثير من برامجها للاهتمام بما يقوله المواطنون ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فالمتابع الآن للقناة يشعر أنه مجرد أن يكتب تعليقا ما على مواقع التواصل الاجتماعي يشعر أن هناك رابط بينه وبين القناة، وأن هذا الكلام سيصل إلى الشاشة الكبرى ويصل إلى التلفزيون، فهذا يعتبر نموذج للعمل التكاملي ما بين القناة وما بين المشاهد، هو كما نسميه الآن في الإعلام اليوم، يسمى مصطلح ميديا كونفرجنس اللي هو الاندماج الإعلامي، لم تعد القناة مجرد تبث برامج والمشاهد فقط يتلقى ذلك، لا بالعكس، الآن أصبح المشاهد هو يشاهد ويشارك أيضا في إنتاج برامج القناة، وهذا ما ركزت عليه في خلال دراستي في مرحلة الماجستير. طيب من خلال ذلك، هي ما هي نسبة تأثير السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي كمسمى عربي لذلك على محتوى القناة بحسب نتائج دراستك؟ حسب نتائج الدراسة، طبعا الدراسة اعتمدت على آلية معينة، وهي كل ما يعرض على الشاشة ويعرف المشاهد أن هذا المحتوى أتى من مواقع التواصل الاجتماعي أم لا، إذا عرضت أيقونة مثلا فيسبوك أو تويتر على الشاشة، إذا المشاهد يعرف أن هذا المحتوى هو أتى من هناك. النتائج الدراسة توصلت إلى أن هناك ما يقارب إلى 5%، أقل من 5% هو محتوى قناة بلقيس القادم من مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا سمحت لي بذكر بعض الأمثلة، مثلا هناك الكثير من البرامج على قناة بلقيس، مثلا برنامج بين قوسين وبرنامج المنصة، مثلا هناك فقرة مخصصة لمحتوى التواصل الاجتماعي ويتم عكسه ويتم عرضه مرة أخرى أو اقتباسه من مواقع التواصل الاجتماعي داخل البرنامج. أيضا هناك برنامج خاص يعتمد 100% على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي ويبث على قناة بلقيس مرة واحدة في الأسبوع، وهو برنامج كيبورد. كيبورد هو يعتبر أنموذج متكامل للاندماج الإعلامي ما بين شبكات التواصل الاجتماعي أو ما بين الإعلام القديم والإعلام الجديد. هذا البرنامج يعتمد على ما نسميه بالسوشيال ليسنينج أو هو الاستماع الاجتماعي،
تقوم القناة بمتابعة ما يتحدث عنه المستخدمين ومواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع وفيديوهات وصور وتعليقات وما إلى ذلك، ثم تقوم بإعادة إنتاج هذا المحتوى ووضعه في برنامج متكامل يختص باهتمامات مشاهدي ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي. هذا النموذج نموذج حقيقة رائع، وأصبح الآن هو منهج عند كثير من القنوات الفضائية المحلية والعالمية، أن تعمل رابط ما بينها وبين المشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي. طيب في هذا بالنسبة نعم نعم. تفضل. أيضا هناك بالنسبة لقناة بلقيس تنتهج طريقة خاصة في تحرير الأخبار، تعتمد أيضا قناة بلقيس على المواقع التواصل الاجتماعي في أن تكون مصدرا للأخبار. أحد مصادر الأخبار في قناة بلقيس هو ما يتحدث عنه الناس، كثير من الفيديوهات التي انتشرت، وأذكر مثال على ذلك فيديو الذي يتحدث عن مقتل الرئيس علي عبد الله صالح، انتشر أول ما انتشر كان على منصة فيسبوك، ثم أتت القنوات وأخذت هذا المحتوى. وهناك أيضا كثير من المصادر الإخبارية، صحيح أن هناك تخوف أحيانا من بعض المصادر والمعلومات التي تنشر على السوشيال ميديا، لكن القناة تقوم بعد ذلك بإعادة تحرير ما ينشر والتأكد من دقته وصحته. ثم إذا مواقع التواصل الاجتماعي الآن أصبحت مصدرا للأخبار. ثانيا، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي أساس بعض البرامج على قناة بلقيس. ثالثا، مواقع التواصل الاجتماعي ربطت، أصبحت هي الجسر الرابط ما بين واقع ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد. سنتابع الآن أستاذ محمد وكذا الدكتور عبد الله مقطعا أو كليب، هذا الكليب الذي أعده الزملاء في الإعداد ل يعني عينة أو شريحة من آراء الناس حول القناة في ذكرها في ذكرى انطلاقتها الخامسة. كانت قناة بلقيس من أوائل القنوات التي تابعت أنشطة رابطة أمهات المختطفين، تصدرت وقفات الرابطة وأنشطتها شاشات قناة بلقيس، برامجها التي كانت تغطي بها قضيتنا أو ملف المختطفين والمخفين قسرا، جعلت من قضيتنا رواجا رائعا، وأظهرت معاناتنا وكذلك أظهرت قضيتنا العادلة. بلقيس تعنينا الكثير كيمنيين، هي قناة انفردت بالشأن السياسي وقدمت الكثير في هذا المجال، ولها شعبية واسعة تابعها جمهورها اليمني والعربي بشكل عام. قناة بلقيس بالنسبة لها هي من أول وهلة، وهي موجودة رافقتنا في كل الجبهات، وكان لها الدور البارز والدور الكبير في تغطية الأحداث في كل مجالاتها، لن نطرق أي حدث إلا وقناة بلقيس. إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذه العينة من آراء الجمهور في هناك في أرض الوطن حول قناة بلقيس في عامها الخامس. والآن ينضم لنا عبر السكايب من الدوحة الأستاذ سالم الجحوشي، مدرب المهارات الصوتية والصاحب الصوت الشهير في كثير في يعني في الذاكرة بالنسبة لنا نحن جميعا. أرحب بك أستاذ سالم. أهلا بك أخي وجيه، أهلا ببلقيس الجميلة، كل عام وأنتم بخير، وهنيئا هنيئا لكم، هنيئا لنا، هنيئا لجمهورنا اليمني بنجاح هذه التجربة الجميلة والتي أصبح عمرها الآن 5 سنوات وطول العمر إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ سالم. يعني في سياق الحديث، أنت كنت منذ اللحظات الأولى لانطلاقة القناة معناك في تدريب الزملاء، في تدريبي أنا شخصيا أيضا تدربت على يديك، وهذا أمر لا ينسى يعني في تلك الأيام. في سياق الحديث عن هل يعني من خلال ملاحظتك لأدائنا جميعا خلال السنوات الماضية وإن كان بنوع من الشفافية، هل ترى أن الأشياء التي غرستها أو بذرتها في تلك الدورات انعكست على الشاشة؟ ما هي أبرز الملاحظات وأنت الأستاذ ونحن الطلاب الذي نريد من النقاط الجديدة أو الأشياء الملاحظات حول الأداء وما شابه؟ ما شاء الله أنتم تفوقتم على الأستاذ الآن، يعني أبدعتم وتابعكم دائما باستمرار هذا الجهد الإبداعي الجميل الذي تقومون به أعطى لهذه القناة هذه البصمة الرائعة.
وهذا يعني الحب من قبل الناس، لأنه أول درس نحن دائما نتعلمه ونعلمه أن العلاقة اللي بيننا وبين الناس يجب أن تكون علاقة حب وعلاقة عطاء وعلاقة إخلاص. وبلقيس كانت هي الحب وهي العطاء وهي الإخلاص، عانت من هذا كثيرا، عانى مراسلوها كثيرا كعهد بقية القنوات الجادة، وهذا الشيء يعني ديدننا يعني في هذا العصر المليء بالإشكالات العديدة، كونك أن تبرز صوت للحقيقة وصوت صادق ومعبر، مسألة في غاية الشرف، مسألة في غاية الجلال، مسألة خاصة في واقع كواقعنا اليمني المليء بالإشكالات. ولكن الحمد لله نقول مبروك لبلقيس، مبروك لمتابعي بلقيس، مبروك لكل من عمل في هذه القناة منذ البدايات وإلى النهايات، ألف ألف مبروك لهذا النجاح. بارك الله فيكم أستاذ سالم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا للنقاش يعني حول في هذه الحلقة مع بقية الضيوف الكرام. أعود إليك دكتور عبد الله تميمي، يعني في سياق الحديث عن كنت سألتك حول أبرز النقاط الانتقاد التي لاحظتها من خلال دراستك حول أداء القنوات أو الفضائيات اليمنية في الأزمة، في إدارة الإعلامية للأزمة الحالية، ما هي أبرز المآخذ أو أبرز نقاط، لنتحدث عن نقاط التطوير التي يمكن إذا ما تم الأخذ بها الارتفاع أو الارتقاء بالأداء الإعلامي، ومن ثم بالتالي سينعكس ذلك على الوضع في البلاد عموما؟ هو نقد المحب كما قلت لك، فبلقيس هي كما هو واضح في شعارها هي صوت اليمنيين، وبالتالي هي يعني الأمل بأن تكون القناة الإخبارية الأولى في على مستوى اليمن. نحن يعني نطمح ونأمل أن تكون أن نرى برامج وثائقية على قناة بلقيس، والشارع اليمني اليوم والواقع اليمني مليء بالقصص التي ممكن تنسج منها برامج وثائقية في منتهى الروعة، وأنتم قادرون على ذلك. نحن في أمس الحاجة إلى أن نرى على شاشة بلقيس البرامج الاستقصائية التي نراها في كثير من القنوات العالمية، يعني نحن نتأمل ويعني ونرى أن يعني ضرورة وجود شراكة ما بين الإعلام المواطن وما بين يعني القناة، فالإعلام اليوم فالمواطن اليوم هو قنوات متحركة على الشارع، وممكن أن يكون شريك فاعل في نقل الأحداث والأخبار فور وقوعها. نتأمل من قناة بلقيس ألا تكون ناقلة فقط للحدث، بل نريد منها أن تكون صانعة للخبر وصانعة للمعلومة في نفس الوقت. أيضا الخط التحريري للقناة يجب أن يتطور لأن يكون يعني خط يلتزم بالموضوعية والاتزان والجاذبية لكثير من البرامج. يعني نحن نتأمل إن شاء الله في الخمسية القادمة للقناة أن تخرج من إطارها المحلي إلى إطارها الإقليمي ومن ثم العالمي. كيف يمكن ذلك دكتور عبد الله في سياق الحديث عن أن هناك من يقول يعني بنظرة عامة في سياق التركيز على الأخبار، هل يعني هناك كيف يمكن أن يحدث أن تنتقل القناة إلى سياق إقليمي أو عالمي باعتبار أنها جمهورها المخصص أو الجمهور الذي تتحدث عنه كما قلت أنت شعار القناة هو صوت اليمنيين، كيف يمكن المواءمة بين هذا وذاك؟ هذه تبقى خطة استراتيجية للقناة، يعني لن تظل اليمن يعني مكان للمشاكل والحروب والأزمات. غدا إن شاء الله اليمن ستتوقف فيها كل الحروب، وبالتالي يجب أن تكون استراتيجية القناة أن تكون قناة لكل العرب ولكل الإقليم، يعني وبالتالي يعني أنتم تمتلكون كل المقومات، كل المقومات يعني المقومات الإدارية، المقومات الإعلامية، أيضا التحريرية، لا ينقصكم شيء أن تكونوا قناة مثل القنوات الإخبارية المعروفة على الساحة العربية. يعني دعنا ننتقل بهذه النقاط إلى الأستاذ محمد الرجوي فيما يتعلق بالحديث عن
الدراسة التي قام بها وحصل عليها في درجة الماجستير أو بها على درجة الماجستير باعتبار السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. الآن ربما هناك الكثير ممن يقولون من يتابع القنوات التلفزيونية، الناس تتابع السوشيال ميديا هذه الأيام. برأيك في ظل الأوضاع الحالية سيد الرجوي، إلى أي مدى هذا الأمر صحيح، أو إلى أي مدى لا زالت القنوات الفضائية لديها القدرة على أخذ انتباه الجمهور والحوز على ثقته؟ نعم، حقيقة هذا الكلام ليس دقيقا، لأنه متابعي وسائل التواصل الاجتماعي هم أيضا يتابعون المحتوى الذي ظهر أولا على شاشات التلفزيون. فكثير نجد كثير من المتابعين يتابعون البرامج التلفزيونية أو ملخصات للبرامج التلفزيونية على وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا ذكرت لك فقط بعض الأرقام في قناة بلقيس على وسائل التواصل الاجتماعي تجد أن هذا الكلام غير دقيق. فمثلا صفحة فيسبوك التابعة لقناة بلقيس لديها أكثر من 2 مليون متابع، هذا يعني أن يعني هذا يشكل 90% من إجمالي مستخدمي الفيسبوك في اليمن الذين يقدرون ب 2.2 مليون حسب آخر إحصائية في يناير 2020. إذن القناة حتى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي رقمهم كبير. أيضا على تويتر القناة لديها أكثر من 93 ألف متابع، وعلى اليوتيوب القناة لديها أكثر من 250,000 مشترك، ووصلت مشاهداته على قناة اليوتيوب إلى أكثر من 46 مليون مشاهدة. إذن هذا دليل على أنه حتى المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي هو يذهب هناك ليتابع محتوى التلفزيون. كذلك القنوات الآن كل قناة تسعى إلى أن تصل للمشاهد الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي. فبمجرد أن ينتهي البرنامج أو ينتهي بث برنامج معين على شاشة التلفاز يعاد بثه مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ويعاد إنتاجه إذا كان بعض البرامج تأخذ وقتا طويلا يعاد إنتاجه مرة أخرى بما يلائم ويناسب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. إذن حقيقة التداخل أصبح كبيرا جدا ما بين التلفزيون ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. نعود إذن معك سيد الرجوي مع ضيفي الكريمين أيضا الأستاذ سالم والدكتور عبد الله إلى مشاهدة مقطع آخر من عين لآراء الجمهور حول الذكرى الخامسة لانطلاقة قناة بلقيس. نتابع وإياكم. قناة بلقيس 5 أعوام وهي معانا في الميدان وفي الجبال وفي الشارع. قناة بلقيس هي قناة اليمن، القناة التي لم تتحدث مع حزب أو جماعة أو فصيلة، إنما هي مع المواطنين في الشارع اليمني وفي الجبهات. أن هذه القناة تميزت عن بقية القنوات حيث أنها لامست الواقع لهذا الشعب وتحدثت عن معاناة الشعب اليمني، وبالذات في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها وهي مرحلة الحرب، مرحلة الكوارث. في هذه الذكرى الخامسة القناة اليمنية الرائدة وذات الزخم الشبابي الرائع والبرامج الحوارية الممتعة التي ترصد نبض الشارع وتناقش يعني قضايا الساعة. في تقديري أهم ما يميز قناة بلقيس مواكبتها الأحداث أولا بأول ونيلها قصب السبقي في سرد ومتابعة الأخبار ويعني احترام. تابعنا وإياكم مشاهدين الكرام هذه العينة الثانية من آراء الجمهور حول قناة بلقيس. أعود إليك أستاذ سالم الجحوشي في سياق الحديث عن الانتقال أو يعني نقل الأخبار إلى الإقليم، توسيع اهتمامات القناة إلى الإقليم. أنت لك تجربة مع قناة الجزيرة، ما هو الفارق بين أن تكون القناة موجهة لإقليم كامل وبينما أن تكون القناة موجهة إلى يعني الجمهور في دولة واحدة أو وطن واحد؟ في ظرفنا هذا الحالي يعني نحن بحاجة إلى أن نوجه كل ما لدينا لشعبنا، لأهلنا، لمعاناة جمهورنا في الداخل وفي الخارج أيضا. اليمني في كل مكان أصبح موجودا. أولا تحية لضيوفكم الكرام، نسيت أن أرحب بهم في البداية. نعم، دكتور عبد الله التميمي وكذا الأستاذ محمد الرجل. نعم
حياكم الله. نريد يعني مثل ما قال دكتور عبد الله، يعني أنا إحنا على سبيل المثال الآن بحكم العمل في الجزيرة والتدريب في معهد الجزيرة، نجد إنه القنوات أو بعض القنوات الأخرى تتعمد سياسة إنه التعميم، يعني لا نكتفي فقط بأن يكون لدي قارئ تقارير. يعني أعجبتني تجربة لإحدى القنوات التركية إنه بالعادة نحن عندما ندرب ينتهي التدريب ونعطيهم الشهادات إنهم حضروا هذه الدورة وتلقوا هذه المعارف وإلى آخره، لكن هؤلاء قالوا لنا إنه نحن نريد من هؤلاء العشرين نريد 3 مذيعين، نريد 4 قراء تقارير، نريد 3 فقط للبرومو، نريد 5 للمشاركة في الدوبلاج والمشاركة في الأعمال الوثائقية اللي تحدث عنها دكتور عبد الله، وهو شيء مهم جدا. الآن هذه للأسف احنا الدورة الأولى اللي أعطيناها لبلقيس، اللي أعطيتها لبلقيس، كانت بصدد المذيعين وقراء التقارير والأخبار. وعندما ما شاء الله توسعت القناة ودخلت أصوات جديدة، قمنا أيضا بالدورة الثانية ولحقنا الجدد بالأوائل بحيث أن يكون المستوى في نفس الإطار. يعني الآن أعتقد أنها بلقيس أصبحت بحاجة إلى أن يكون عندها طاقم متميز في البرومو، وهو مهم جدا لجذب الجمهور وجذب المشاهدين، أن تعمل بعض الأشياء البسيطة الوثائقية التي لا تكلف يعني الكثير، ولكن بأصوات تابعة لها. دوبلاج ليس مسألة معقدة، يعني كلما طورنا أولا اللي هم أبنائنا في الداخل، يعني أبنائنا في المحطة، كلما انتقل هذا التطور إلى الخارج إلى الناس، كلما زادت العلاقة القوية والمحبة بين بلقيس وبين الآخرين. بإذن الله سيكون ذلك إذا إن شاء الله. أستاذ سالم الجحوشي، دعني أعود إلى دكتور عبد الله التميمي فيما يتعلق بوسألة حول مسألة أن إحدى النقاط التي كانت في دراسته كانت حول يعني هناك اقتراحات لأن يكون هناك تنوع في يعني الدراسة هي كانت بشكل عام عن الفضائيات اليمنية، هناك تنوع في الضيوف، مسألة تنوع في الضيوف. إلى أي مدى ترى هذا العامل فعالا فيما يتعلق بتعامل وسائل الإعلام مع إدارة الأزمة اليمنية، وكيف يمكن أن يتحقق؟ لأن هناك كثيرين يقولون أن يعني هناك حالة كبيرة من الاستقطاب في هذه الأيام، ولا يمكن بشكل أو بآخر إلا بصعوبة ربما، وربما القناة هنا تحاول القيام بذلك قدر الإمكان، إلى استضافة الأصوات الأخرى. التنوع في الضيوف وخاصة في البرامج في نشرات الأخبار وفي البرامج الإخبارية هي أحد عوامل الجذب للقناة، وبالتالي كما تعرف اليوم المشاهد يمل من تكرار ظهور بعض الضيوف، مثلا خلال الأسبوع الواحد تجد الضيف يظهر على شاشات القناة 3-4 مرات، وبالتالي اليوم يعني وسائل التواصل وفرت لنا الكثير، ممكن نتواصل اليوم مع ضيوفنا من أي مكان في العالم، وأيضا ويكون في هناك نوع من التنوع في الضيوف ووجهات النظر التي تتحدث عن أو خاصة عن الأحداث القائمة في اليمن. يعني في سياق الحديث أيضا عن نقاط أخرى بما يتعلق دكتور عبد الله بالنصائح التي يمكن أن تقدمها أنت الآن أو أن تعطينا إياها لتجويد المحتوى بشكل أكثر، تجويد المواد التي تقدمها القناة، ما هي أبرز النقاط التي يمكن يعني الإدلاء بها بهذا السياق؟ يعني بشكل عام أيضا التوسع في شبكة المراسلين على مستوى اليمن، التركيز على بعض القضايا الإنسانية، وكما قلت قبل قليل أن اليمن مليئة بالأحداث والقضايا الإنسانية والتركيز عليها مهم جدا. اليوم يجب أن ننقل هموم ومشاكل الناس إلى على شاشات التلفزيون.
أتمنى أن يكون هناك شراكة مع بعض القنوات المحسوبة على الشرعية أو القنوات الخاصة المحسوبة على الشرعية في تنسيق الخطاب الإعلامي، وخاصة في أوقات الأزمات التي تعيش بها اليمن. أتمنى أيضا أنه زيادة الكادر النسائي داخل القناة، فبلقيس يجب أن تكون اسما على مسمى يعني في هذا الجانب. يعني وهناك أيضا العدد الوافر من الزميلات في سياق القناة، وإن كان هناك دائما طموح إلى التمثيل الأفضل بكل تأكيد. وقد ذكرت الأستاذة هناء صالح في يعني تعرجت على هذه النقطة في عدد من اللقاءات فيما يتعلق بالذكرى الانطلاقة 5. دعني من هذه النقاط أسأل الأستاذ محمد الرجوي فيما يتعلق بمحتوى تواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي. سيد الرجوي، هل يعني حاليا يتم الاكتفاء باعتباره أحد المدخلات، أم أن هناك أيضا أهمية لدور أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مخرجات أو منصات تستخدمها القنوات التلفزيونية للتواصل مع الجمهور؟ بالتأكيد جميع القنوات الفضائية الآن تحرص على أن تكون منصات التواصل الاجتماعي هي امتداد لشاشة التلفزيون، فهي دائما تحرص أن تصل، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي من مميزاتها أنك تستطيع أن تصفحها في أي وقت وفي أي مكان بخلاف التلفزيون. لذلك القنوات تحرص أن تصل إلى المشاهد أينما كان وفي أي وقت كان، وهذه هي الميزة. فإذا مواقع التواصل الاجتماعي هي الجسر، كما قلت سابقا، هي جسر ما بين الشاشة وما بين متابعي وسائل التواصل الاجتماعي. فهي كما هي تعتبر منجما، أنا حين أعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هي منجم للمحتوى، ولكن هذا المنجم أحيانا محاط ببعض الألغام، يجب أن نكون أيضا حريصين على اختيار المحتوى من مواقع التواصل الاجتماعي. هذا المنجم أيضا هو يعتبر بعد أن نأخذ المحتوى هو نستطيع أن نجعله أيضا جسر آخر للتواصل مع المتابعين. فمهم جدا أن يكون هناك علاقة تكاملية وتشاركية من خلال ما بين الطرفين، ما بين القناة وما بين المشاهدين. دعنا أستاذ محمد نذهب إلى متابعة المقطع الثالث إذن من عينة استطلاع آراء الجمهور حول قناة بلقيس في ذكراها 5. نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام. نقول لقناة بلقيس مزيدا من التقدم، مزيدا من الازدهار، مزيدا لملامسة الواقع، مزيدا لمعارضة كل من هو يعني يحاول أن يأكل قوت الناس ويأكل قوت الشباب ويأكل قوت الذين حاربوا والجرحى والموظفين. نعم، إن قناة بلقيس نستحضر بعض الذكريات التي حضرت في أكثر من مناسبة، في إضراب المعلمين، في اعتصام الجرحى، في الوباء، في سيول عدن، كانت لها هناك صور وكانت لها هناك بصمات واضحة، إن دل على شيء إنما يدل على إن مراسليها مراسلين بمهنة عالية، بمهنة يستحقون الشكر والتقدير. تعجبني قناة بلقيس لأني أكثر مصداقية وخصوصا بالأخبار. كل الشكر والتقدير لقناة بلقيس والعاملين عليها على ما يبذلون من مجهود في خدمة الوعي والإعلام الهادف. الحقيقة قناة بلقيس تمثل صوت لليمنيين جميعا، يعني اقتربت من جميع الأطياف، وسقف الحرية لدى قناة بلقيس مرتفع جدا، وأيضا حتى من الناحية الفنية قناة بلقيس الأكثر صفاء والأكثر إعداد لقوالب فنية ممتازة. ويعني ما يميز قناة بلقيس الحقيقة الاهتمام بالجانب الإخباري، ووجود عدد كبير من المراسلين، شبكة مراسلين في مختلف المحافظات والقبائل. إذن تابعنا وإياكم مشاهدي الكرام هذا المقطع الثالث لآراء السادة، لآرائكم أنتم حول قناة بلقيس في ذكراها 3. أعود إليك أستاذ سالم الجحوشي فيما يتعلق بالحديث عن الذكرى 5 للانطلاق ودخولنا 6. لحظة أو ذكرى، يعني اذكر لنا مثلا الآن في هذه اللحظة ذكرى عن تجربتك مع القناة، أو كلمة أخيرة تعطينا إياها في القناة وإن كان أمام السادة المشاهدين، يعني ليست مشكلة، لتجويد الأداء أو لتحسيني أو ما تحب أن تخبرنا به. أولا أحب أن أعبر عن سعادتي بالمجموعة الرائعة التي ضمتها بلقيس،
وهم كخلية نحل ما شاء الله. يعني الذكريات الجميلة اللي تمت أثناء التدريب ورفعنا حولها تقاريرنا للإدارة بالاهتمام والعناية اللي لفت نظري هي شيء يشبه بالكوميديا، أنه أثناء التدريب في المرة الثانية كانت هناك امرأة كبيرة في السن هي عاملة يعني للشاي والقهوة، فأنا دائما وأنا أدرب المجموعة ألاحظ بقاء الأخت يعني، وهي لغة غريبة عليها طبعا هي تركية، إلى أن بدأنا في التدريبات اللي هي السلم الموسيقي وإلى آخره وإذا بي في الاستراحة وهي تأتي بالشاي وتقول لي اسمعني دوري دخلت معنا دخلت حبة الشغل يعني حس هي في هذا دخلت في الجو هي في هذا، وامرأة كبيرة في السن ما شاء الله، فيعني كانت من الأشياء الملفتة يعني. أتمنى إن شاء الله لبلقيس الجميلة هذه ألا تصب اهتمامها فقط في شرائح معينة أو في مناطق معينة. صحيح هناك قنوات كثيرة الآن أصبحت عدن ومهرة وحضرموت ولكن نريد لبلقيس التفرد بالانتشار، يعني ما يحدث في شبوة نريد أن نسمعه في بلقيس، ما يحدث في عدن، ما يحدث في تعز، ما يحدث في المهرة، ما يحدث في كل مكان، لأنها بلقيس هي من حكمت اليمن ككل. نعم، ونريد للقناة أيضا أن تغطي كل برغم الصعوبات برغم المعاناة، لكن هذه ضريبة النجاح. وشكرا لكم. شكرا لك، شكرا جزيلا للأستاذ سالم الجحش مدرب المهارات الصوتية والسادة، كنت معنا في هذه الحلقة اليوم من المساء اليمني عبر سكايب من الدوحة، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن بالعودة إليك السيد محمد الرجوي، في سياق الحديث يعني عن التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي ودورها فيما يتعلق بالقنوات ودراسة الماجستير التي تفضلت أو قمت بها، في الحديث عن التوصيات، ما أبرز التوصيات التي تخص القناة التي لاحظتها أو دونتها في رسالتك؟ نعم، بالنسبة للتوصيات أعتقد أن أهم نقطة نستطيع أن نتحدث عنها اليوم هي أن تقوم القناة بإنتاج برامج خاصة لمواقع التواصل الاجتماعي، بمعنى أن هذا البرنامج ينتج خصيصاً ويبث حصرياً على صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يبث أبداً على شاشتها. لماذا؟ لأن طبعاً البرنامج عندما يبث على الشاشة مميزاته تختلف عن عندما يصنع برنامج معين لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. هذا سيفيد القناة في جذب عدد أكبر من المشاهدين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي هي المستقبل، فلماذا لا نذهب إلى المستقبل من الآن؟ فإذا تخصيص القناة لبرامج أو لإنتاج برامج تبث حصرياً على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعني هنا فقط أذكر بنقطة أخرى، أنه من ما يميز قناة بلقيس هو أنها صوت اليمنيين، وأنا هنا أشد على أيدي القناة والعاملين فيها والقائمين عليها أن تظل قناة خاصة باليمنيين. أنا لست مع أن تتوسع قناة بلقيس لتغطي المنطقة العربية والعالم، هذه أرى أنها استراتيجية غير صحيحة. يجب على قناة بلقيس أن تبقى صوت اليمنيين لليمنيين وصوت اليمنيين للعالم، لكن لا نغطي أخبار العالم، وأيضا تبقى قناة بلقيس صوت كل اليمنيين. هذه هي حقيقة من نقاط القوة أيضا التي أشرت إليها في الدراسة، أنه نقطة قوة قناة بلقيس أنها القناة الإخبارية الوحيدة في اليمن، ثانيا لديها الشجاعة والجرأة في أن تأتي بالرأي والرأي الآخر. يجب أن تحافظ قناة بلقيس على هذا الخط، وأن أيضا تحاول أن تطور أكثر وتحسن في هذا المجال. أخيرا هناك إشكالية. نعم، هناك إشكالية في عند عرض تعليقات المواطنين أو المتابعين لمواقع التواصل على الشاشة، أحيانا يعرض الكلام عرضا بدون قراءة،
هذا احيانا اذا ما قارناه بنسبه التعليم ونسبه الاميه في اليمن قد يواجه المشاهد مشكله حقيقه اذا لم يستطع ان يعرف القراءه والكتابه، فمجرد عرض التعليقات عرضا بدون ان يكون لها قراءه هذا قد يواجه اشكاليه المشاهد في فهم ما يعرض على الشاشه، لذلك انا اشد على ايدي القناه ان يقرا كل ما يعرض على شاشه قناه بلقيس سواء في الاخبار او في البرامج التي تغطي تعليقات مستخدمي مواقع التواصل إذن الاجتماعي. وصلت هذه النقطه اذا باذن الله للزملاء او الاداره في القناه. شكرا جزيلا لك استاذ محمد الرجوي الصحفي والباحث الاعلامي، كنت معنا وانا سعيد جدا على تواجدك معنا في هذه الحلقه. كما بدات معك اختم معك دكتور عبد الله التميمي في سياق الحديث عن يعني انت قمت بدراسه استطلاعيه لقناه بلقيس وقنوات اخرى، وفي الذكرى الخامسة لانطلاقة القناة، ما هي الكلمة التي يعني تود أن تقولها لختام هذه الحلقة؟ الكلمة اللي أحب أقولها أن بلقيس جاءت في الوقت والزمان المناسب قبل 5 سنوات. أعتقد لو لم تكن قناة بلقيس موجودة وحاضرة خلال هذه 5 سنوات لكان هناك فراغاً إخبارياً كبيراً جداً يعاني منه المشاهد اليمني. أتمنى أن تكون قناة بلقيس حاضرة في كل الأزمنة، حاضرة في المستقبل في كل الأزمات والقضايا التي تعيشها الشارع اليمني. أتمنى أن تكون متواجدة على يعني كما قال الأستاذ سالم في كل مساحات الجمهورية اليمنية، نجدها في كل مكان تنقل هموم وتطلعات وآلام وأحلام الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله التميمي الأكاديمي والخبير الإعلامي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، أنا سعيد جدا بتواجدك معنا. شكراً جزيلاً لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.